أحرمت من الميقات، وبعد وصولي مكة ذهبت إلى الشقة ونمت والتحفت ونسيت. أحرمت من الميقات وبعد وصولي مكة ذهبت إلى الشقة ونمت والتحفت بلحاف ونسيت أنه من المخيط، هل علي شيء؟ إذا كنت ناسيا، اللحاف مجرد أنك تطرح اللحاف عليك ما في شيء، إنما الممنوع أنك تلبسه لبس، تدخل يديك في أكمامه أو راسك في الجيب، هذا هو الممنوع. أما أنك تجيب عباءة أو تجيب شيء من المخيطات وتطرحه على نفسك طرح من غير أن تدخل أعضاءك فيه، هذا لا بأس به، لكن لا تغطي رأسك، هذا هو الممنوع. ممنوع تغطية الرأس، اجعل رأسك مكشوفا ما دمت محرما. نعم.